السلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. الميليشيا الإنقلابية تواصل خرق الهدنة وعشرات القتلى والجرحى جراء عدوانها على شبوة. رئيس الوزراء يزور القنصلية بجدة ويوجه بسرعة إصدار الجوازات لحاملي هوية زائر. وقفة احتجاجية لأسر المختطفين أمام الأمن السياسي، وولد الشيخ يدعو لعدم تسييس قضيتهم. أهلا بكم إلى تفاصيل الأخبار، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. ارتكبت ميليشيا الحوثي والمخلوع الإنقلابية 129 خرقا للهدنة خلال الساعات 12 الماضية، وذلك وفقا لما أوردته لجان المراقبة التابعة للجيش الوطني. وتوزعت الخروقات التي ارتكبها الإنقلابيون في محافظات تعز ومأرب والجوف والبيضاء والضالع وشبوة منذ الساعة 9 من مساء الأربعاء وحتى الساعة 9 من صباح يوم الخميس اليوم. وتوزعت الخروقات على 47 اختراقا في محافظة تعز، و35 اختراق في محافظة مأرب، و28 اختراق في محافظة الجوف، و5 اختراق في محافظة البيضاء، و6 اختراقات في محافظة الضالع، و8 اختراقات في محافظة شبوة. قتل وجرح نحو 40 من مسلحي ميليشيا الحوثي والمخلوع الإنقلابية اليوم في مديريتي بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة، فيما استشهد 8 وجرح 11 آخرين من أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في معارك هي الأعنف منذ بدء سريان الهدنة قبل قرابة الشهرين. وكانت ميليشيا الحوثي والمخلوع شنت هجوما عنيفا والتفافا على منطقة الصفراء المتواجد فيها قوات الجيش الوطني، مسنودة بالمقاومة الشعبية في محاولة من الميليشيا الإنقلابية لاستعادة المنطقة الاستراتيجية، غير أن قوات الشرعية كبدت ميليشيا الحوثي والمخلوع خسائر فادحة في العدة والعتاد، كما تصدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لهجوم عنيف للميليشيا على جبهة الأخيضر بعسيلان. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من شبوة المقدم جمال العسل، مدير مكتب قائد اللواء 21 ميكا. جمال، لو حدثتنا عن طبيعة الخروقات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي والمخلوع. مرحبا أخي الكريم. طبعا بالنسبة للخروقات التي قامت بها ميليشيات الحوثي والمخلوع هي منذ الوهلة الأولى لاتفاق التهدئة، ولم تلتزم هذه الميليشيات كما هو معروف عنها بأي اتفاق. نعم. وقد حاولوا أنهم يستغلوا هذه الاتفاقات تهدئة لاستغلال لتحقيق مكاسب على الأرض، لكن بحق الدفاع عملنا بحق الدفاع وحق الرد حتى لا يتحقق لهم ما يريدون. فكانت لجنة التهدئة تبرم الاتفاق في النهار ثم يقومون بخرق الهدنة في الليل وهكذا. نعم. جمال، يعني ما تفسيركم للعدد الكبير الذي سقط من القتلى في صفوف الميليشيا الإنقلابية؟ طبعا الذي حصل أخي الكريم أن ميليشيا الحوثي وعفاش الإنقلابية قاموا بعملية التفاف في محاولة يائسة منهم لاستعادة المواقع التي سيطر عليها الطار اللواء 21 ميكا والمقاومة الشعبية في منطقة الصفراء، وكذلك فك الحصار المحكم على باقي سلولهم في المنطقة. لكن أبطال اللواء 21 ميكا والمقاومة الشعبية بحمد الله عز وجل كانوا لهم بالمرصاد، وتكبدت الميليشيات عشرات القتلى والجرحى والأسرى، بل وتركوا جثث قتلاهم وفروا هاربين وغنم مقاتلين سلاح واعتاد خلال هذه العملية. وبحمد الله عز وجل كان اليوم نصر عظيم ونصر كبير، وإن شاء الله بإذن الله ما هي إلا أيام قليلة وستسمعون بتحقيق النصر والتحرير الكامل بإذن الله عز وجل لمديريتي بيحان وعسيلان، وإن شاء الله تحرير كل اليمن بإذن الله. وأنتم تكبدون الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد والمعدات، كيف هي معنويات رجال الجيش الوطني والمقاومة؟ بحمد الله عز وجل المعنويات مرتفعة وعالية، لأننا أصحاب حق ولأننا أصحاب قضية عادلة، ندافع عن الأرض والعرض وندافع عن من شردوا وندافع عن من حوصروا. الآن مدينة بيحان مدينة شبه منكورة تعاني
من الامراض والاوبئه وهي في شبه حصار مطبق، ولكننا باذن الله عز وجل وباصرار واراده ومعنويات عاليه قادمون على التحرير باذن الله عز وجل. المقدم جمال العسل مدير مكتب قائد اللواء 21 ميكا، كنت معنا من شبوة، شكرا جزيلا لك. أشاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء ناصر عبد الرب الطاهري ببسالة وصمود قيادة وأفراد اللواء 21 ميكا الذي لقن ميليشيا الحوثي والمخلوع دروسا لن ينسوها. والتقى اللواء الطاهري بالعميد جحد الحنش العولقي قائد اللواء 21 ميكا أثناء زيارته اليوم لمقر اللواء بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة. وثمن نائب رئيس هيئة الأركان العامة التضحيات الجسام التي يقدمها أبطال اللواء 21 ميكا على صعيد الجبهات القتالية، وبارك انتصاراتهم التي حققوها على فلول القوى الانقلابية ودحرهم من عدد من المواقع الاستراتيجية، مؤكدا أن اللواء 21 ميكا سطر أكبر الملاحم البطولية والقتالية على أرض المعركة وقدم كل ما يملك لنصرة وتحرير شبوة. أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغرة على أهمية الدور الكبير الذي تقوم به القنصلية اليمنية بمدينة جدة في خدمة المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية، ووجه بن دغرة بسرعة إصدار الجوازات لحاملي هوية زائر حتى يتمكنوا من الحصول على الإقامة النظامية في المملكة نظرا لكثرة الإقبال عليها ولكثافة المستفيدين من خدماتها مما يلزم بزيادة أوقات الدوام. القنصل اليمني علي محمد العياشي من جهته أكد حرص إدارة القنصلية على تقديم أرقى الخدمات للمغتربين والعمل الدائم على تطوير مستوى الأداء الوظيفي لإرضاء المستفيدين من خدماتها. بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي مساء أمس مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني مستجدات مشاورات السلام في الكويت والأوضاع في الساحة اليمنية. وأكد المخلافي رغبة الحكومة الصادقة في إنجاح مشاورات السلام والتوصل لاتفاق سلام شامل يرتكز على القرارات الدولية ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2216 إضافة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. وأوضح المخلافي أن الوفد الحكومي قدم للمبعوث الدولي كل الرؤى العملية لإنهاء الانقلاب وتسليم الميليشيا للسلاح وضمان خروجها من العاصمة صنعاء والمدن بسلام، وكذا ضمان عودتهم إلى قراهم، مؤكدا أن رؤية الحكومة احتوت على أدق التفاصيل بدءا من تسليم السلاح وصولا إلى استئناف العملية السياسية وإقرار الدستور والوصول إلى الانتخابات. من جانبه أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي دعم دول المجلس لمساعي السلام وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ وتمسكهم بالمرجعيات الأساسية للمشاورات وكافة النقاط التي أكدتها الأمم المتحدة في رسالتها للوفد الحكومي. التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي اليوم النائب الأول رئيس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح. وفي اللقاء أعرب المخلافي عن بالغ تقدير الحكومة اليمنية للجهود المكثفة التي بينها الأشقاء في دولة الكويت من أجل إنجاح المشاورات والجهود التي يبذلونها للتوصل إلى حلول وفقا للمرجعيات المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216. النائب الأول لرئيس الوزراء بدوره وزير الخارجية الكويت من جانبه أكد دعم قادة مجلس التعاون والمجتمع الدولي للحكومة الشرعية ولرئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي، وشدد على أهمية التوصل إلى سلام شامل وفقا للمرجعيات الثلاث وبما يوقف نزيف الدم اليمني ويحافظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن وكذا أمن وسلامة المنطقة بشكل عام. نفذت أسر الصحفيين العشرة المختطفين قسرا اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الأمن السياسي في العاصمة صنعاء، وطالبت المشاركات في الوقفة بالكشف عن الصحفيين المختطفين قسريا من قبل الميليشيا الانقلابية وإطلاق سراحهم. وكان الصحفيون ينفذون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 9 من شهر مايو المنصرم احتجاجا على سوء المعاملة واستمرار الاختطاف من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع
قبل أن تقوم الميليشيا بنقلهم قسرا إلى مكان مجهول. يشار إلى أن العديد من المنظمات المحلية والدولية دانت الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون المختطفون وطالبت بسرعة إطلاق سراحهم. دعا المبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم وفد المشاورات اليمنية في الكويت إلى عدم تسييس قضية المختطفين أكثر من ذلك. وقال ولد الشيخ في بيان له إن قضية المختطفين والأسرى التي يتم مناقشتها إنسانية بالدرجة الأولى، ولا يجب أن تكون المزايدات السياسية على حسابهم. وحث ولد الشيخ الأطراف على تفعيل مقترح الإفراج عن عدد من المحتجزين والتمسك بحسن النية في دعم مسار السلام ولم شمل العائلات اليمنية. وأوضح ولد الشيخ أحمد أن وفد الإنقلابيين سلم الأمم المتحدة مساء الأربعاء إفادات حول عدد من المحتجزين لديه، على أن يسلم وفد الحكومة إفادته الأولية اليوم الخميس، لافتا إلى أن الأطراف اتفقت على استكمال تبادل الإفادات كل 3 أيام. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي محمد الجماعي. بداية محمد، حدثنا عن بداية عن الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها أسر الصحفيين اليوم. حياك الله أستاذ علي، ونشكر جهودكم في تغطية أخبار الصحفيين الزملاء المختطفين والمخفيين سريا حاليا. أمهات الصحفيين وأمهات المختطفين الآن في ماراثون سباق مع الميليشيات من سجن إلى سجن. ودعني هنا استعير مقوله لاحدى امهات الزملاء ام زميل عبد الخالق عمران، قالت انها عندما تذهب الى سجن وهذا السجن لا يوجد فيه الا حارسان فقط، فهي متاكده انها بداخله مجرمين وقتله، وعندما تذهب الى سجن حراستهم مكثفه، ويعني هناك الاطقم العسكريه والجنود، فهي متأكدة أن السجن فيه صحفيون وفيه مستوطفون بريئون. هذه التجربة عاشتها أمهات المستوطفين منذ 9 يونيو عام 2015 الذي نحن الآن يعني على مقربة منه، على مقربة أيام من هذا الحدث الذي زلزل الصحافة اليمنية باختطاف 10 صحفيين دفعة واحدة. والنقطة التي نفذت اليوم أمام سجن الأمن السياسي، لأن هناك يقين ان هذا السجن هو الذي يضم الان الصحفيين بعد نقلهم من سجن هبره. نعم. ولم يسمح لهن بالدخول ولا بمعرفه المصير، هناك ساعتين، وهناك تواصل من قبلنا كصحفيين ومن قبل النقابه، وما زال المصير مجهولا حتى هذه اللحظه. محمد، ما تعليقك على طلب المبعوث الاممي من الوفود عدم تسييس قضيه المختطفين؟ هذه خطوه يعني نعتبرها خطوه متقدمه نوعا ما، لان قضيه الصحفيين انتقلت من كونها قضيه محليه وشان داخلي يخص امهات المختطفين وابائهم وكذلك نحن كصحفيين، الى كونها اصبحت مساله محل اجماع دولي، الاتحاد الدولي للصحفيين، الاتحاد العربي للصحفيين، منظمات العفو ومراسلون بلا حدود وكثير من المنظمات الدولية سأتحدث عن قضية الصحفيين كونها قضية إنسانية لا يمكن وضعها في ميزان المساومات السياسية، وهذا ما كتبه الزملاء بأيديهم بخط أيديهم من داخل السجن في ورقة أو في كرتونة صغيرة بخط معروف وواضح، نحن قضية إنسانية وقضية حقوقية لا علاقة لها بالمساومات، ولا نريد أن نكون ورقة للمساومات السياسية سواء كنا ورقة رابحة أو ورقة خاسرة. نعم محمد، كان ولد الشيخ قد أعلن عن خروج المختطفين قبل شهر رمضان المبارك، هل ما يزال هذا الأمل قائما في خروجهم؟ الأمل لم ينقطع منذ أول يوم، كلما قيل لنا أنهم سيخرجون بجميع الوسائل التي بذلها الزملاء والتي بذلها النقابة والتي بذلها آباء المختطفين وهيئة الدفاع عن المختطفين، كل المسائل التي بذلت بالمال بالوساطات بغيرها بالمساومات، والأمل ما زال يحكمنا بأن الزملاء سيجدون طريقهم إلى النور، لأننا واثقون بأن قضيتهم ليست وراءها أي تهم سوى أن الحوثيين يريدون أن يجعلوا منهم ورقة للمساومة وللضغط ليس إلا، ولذلك عذبوهم ساوموهم طلبوا منهم اعترافات كثيرة في مواضيع لا تخصهم، وما لازال هذا الموضوع يعني سيكون قيد المساءلة وسيكون قيد
المحاسبة لكل من اقترفها. الصحافة ليست لنا للتلاعب وليست لنا لأن يعني تجري بحق انتهاكات، وهي حامية المجتمع وحارسة المجتمعات، حارسة الحقوق والحريات، ويفعل في هذا يعني بالصحفيين. والنقطة التي نحب أن ننوه إليها هو أن الصحفيين قائمون منذ شهر قبل أن يدخل شهر رمضان المبارك، ونحن نتمنى أن لا يأتي الشهر الكريم خلال الأيام القادمة إلا وقد أفرج عنها. محمد الجماعي الصحفي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض الاجتماع 17 للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن بمشاركة وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس اللجنة العليا لإعادة الإعمار الدكتور محمد الميتمي. وفي الاجتماع تم استعراض ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق ومناقشة المحافظ المالية لدى الصناديق وسبل تعزيز التواصل وآليات العمل لتلبية الاحتياجات العاجلة لليمن. كما تم عرض الإطار العام لبرنامج إعادة الإعمار والتنمية ومناقشة التصور لورشة العمل الخاصة بالتحضير للمؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في اليمن. شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات الخارجية والمالية في الدول الأعضاء في مجلس التعاون والصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق قطر للتنمية والبنك الإسلامي. توفي اليوم المختطف لدى ميليشيا الحوثي والمخلوع عبد الله عبد القوي سالم الحميقاني في سجن الميليشيا الانقلابية بمبنى الأمن السياسي في مدينة البيضاء. وتأتي وفاة عبد الله عبد القوي سالم الحميقاني وهو ندل شيخ مشائخ قبائل آل حميقان بعد 7 أشهر من اختطافه من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع. وكانت البيضاء قد شهدت حالة مماثلة في 13 من شهر إبريل من العام المنصرم، حيث سبق وقد توفي المختطف صالح حسين المطوع في سجن الميليشيا بمبنى الأمن السياسي بالبيضاء. سقط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي والمخلوع في مواجهات مع المقاومة في مناطق قيفة بمديرية القريشية بمحافظة البيضاء. وقالت مصادر ميدانية إن المواجهات اندلعت في مناطق نوفان وعيشمة وذي كالب الأسفل في بلاد آل الجوف بقيفة إثر هجوم للميليشيا الانقلابية على منطقة نوفان في محاولة لاستعادة السيطرة على تلك المنطقة التي تم طرد الميليشيا الانقلابية منها خلال الفترة الماضية. وأكد شهود عيان أن المواجهات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة حتى لحظة كتابة هذا الخبر. هذا ونفذت ميليشيا الحوثي والمخلوع حملة مداهمات واعتقالات في منطقة آل مظفر بمديرية البيضاء غرب مركز المحافظة. وقالت مصادر محلية أن الميليشيا داهمت قوع آل مظفر الأعلى بمديرية البيضاء واقتحمت عدة منازل واختطفت 5 أشخاص من أهالي القرية وروعت النساء والأطفال وحاولت طردهم من المنازل، وذلك بعد تهديدهم بتفجيرها. والمختطفين هم سالم وعلي وصلاح عبد الله المظفري إضافة إلى صالح مطلوب المظفري وسالم صالح المظفري. شهدت منطقة يعيس في جبهة مريس دمب بمحافظة الضالع خلال الساعات الماضية اشتباكات ومواجهات عنيفة بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي والمخلوع بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وقالت مصادر ميدانية إن الميليشيا الانقلابية وفي إطار استمرارها لخرق الهدنة ووقف إطلاق النار استهدفت مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني في يعيس، ما اضطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية للرد بقوة على مصادر النيران في جبل التهامي ومضارب العرفاف وناصة. وكان قد أصيب 3 أشخاص بينهم طفلين كان يرعيان الأغنام في قصف مدفعي شنته ميليشيا الحوثي والمخلوع ظهر أمس على قرية القهرة، فيما أصيب آخر على متن دراجة نارية باستهداف الميليشيا وبشكل عشوائي لطريق السيارات الرابط بين قرية الرمة وجبل الشامي. خص العميد عبد أحمد عبد الله التركي الصبيحي قائد تحرير قاعدة العند وباب المندب وذوباب وقائد التحرير لآل الوازعية خص قناة سهيل بتصريح خاص. طالب العميد الصبيحي أبناء تعز في التصريح بمواصلة الثبات والصمود، مشيرا إلى أن العدو الغاشم مصيره الهزيمة، مؤكدا أن أبناء الصبيحة اتجهوا إلى الوازعية لنصرة إخوانهم في المرة الأولى بدون طلب، وأنهم مستعدون للعودة مرة أخرى إذا طلبت منهم القيادة السياسية ذلك، مشيرا إلى أن أبناء الصبيحة يعتزون بإخوانهم وأصدقائهم في تعز والوازعية. أقول لأبناء تعز الثبات، الثبات، لأنه هم هذا عدو غاشم وهذا عدو معتدي، مهما
قام بترسانات العسكرية، أهم شيء أنه الثبات على مواقعهم والبقاء في مواقعهم، والعدو سينتهي مهما تغطرسه مهما كثرت من أسلحته فهو منتهي، لأنه هذا عدو غاشم وهذا عدو معتدي على تعز وأبناء تعز. متى سنراك بتعز؟ أنا تعز أعتبر نفسي من تعز، وتعز أخواني وآبائي، وأنا أتمنى أن أكون في تعز يومنا هذا، أصل في تعز، وإن شاء الله سأكون من الأوائل في تعز. عندما تكون القيادة السياسية تتحركنا لأنك نحن عسكريين، وتقول القيادة أتحركوا ويتم الدعم سنصلكم في الدقائق الأولى. نحن وأبناء الوازعية وأبناء تعز بشكل عام تربطنا علاقات قوية، نحن متقاربين في الأرض وفي التقارب وفي متجاورين، ما كانش عندنا نحن ما كانش عندنا شمال أو جنوب. أبناء تعز وأبناء الصبيحة بالذات في لنا علاقات كبيرة، حتى في أيام التشطير كانت لنا علاقات كبيرة، نحن هم يجوا إلى عندنا ونحن نصل عندهم، ما كانش بيننا ونحن هم أي قطيعة مسبقة. وهذا التلاحم طبعا لأنه عدونا عدو واحد، وشعرنا أنه ضغط الوازعية ضغط الحوثي وعفاش على الوازعية ألمنا، وكذلك بتوقيت بالقيادة طلبنا الهجوم. نحن ما حد قال لنا، ما حد قال في القيادة السياسية، قال في القيادة السياسية عندما قدمنا المقترح القيادة وافقت لنا مباشرة على الهجوم. كرم تكتل المبادرات النسائية في تعز اليوم 358 معلما ومعلمة بمناسبة انتهاء العام الدراسي 2015-2016 الذين كان لهم دور في ديمومة العملية التربوية والتعليمية في المدينة رغم ضراوة الحرب العدوانية التي شنتها ميليشيا الحوثي والمخلوع على المدينة. نتابع التفاصيل. تكتل المبادرات النسائية الذي تبنى المراكز التعليمية يكرم اليوم 358 معلم ومعلمة الذين عملوا وبجهد كبير وشاق على رجوع الطلاب إلى مقاعد الدراسة رغم الوضع الأمني لمدينة تعز عبر المبادرات وبشكل طوعي. تكتل المبادرات النسائية يحتفي ب 14 مديرة مركز تعليمي وتكريم 350 معلم معلمة استطاعوا رغم الحرب والقصف والدمار أن يعيدوا للتعليم رونقه، أن يعيدوا للتعليم مكانته، استطاعوا أن يثبتوا بأن تعز هي مدينة العلم والثقافة. من خلال هذه الفعالية أردنا أن نظهر أن المرأة في تعز وخاصة المعلم والمعلمة هي رقم صعب. استطاعوا من خلال هذه المراكز التي افتتحناها كبيوت ومساجد ودور تحفيظ أن نعيد لها جسد الحياة وروحها من جديد. من رحم المعاناة صنعوا الإبداع، فاستحقوا أن يرتقوا سلم المجد والتكريم والاحترام من كل سكان مدينة تعز الذين تعاونوا بتوفير بدرومات العمائر والمنازل الفارغة وهيئوا المساجد كمدارس ودفعوا بأبنائهم إلى الدراسة والعمل معا على رسم معالم المستقبل الذي أحبوه وأحبوا أن يسير أبناؤهم عليه. كلمة شكر وتقدير لتكتل المبادرات النسائية على تكريمه لمراكزنا ولمبادرتنا يقظة فكر التي قامت في أحلك الأوضاع والأحلك المناطق، منطقة الجمهوري، منطقة التقوى، منطقة الأصناق، حين كانت تضرب، حين كان يبث إليها ميليشيات الحوثية كل أنواع القذائف المرعبة. سوف نصمد، سوف نستمر مهما كانت الظروف الصعبة، وسوف نعلم أطفالنا وطلابنا لحتى يعني يستقر الوضع. عام دراسي صعب على العاملين بالمجال التعليمي ولكنه انتهى بنجاح كما يقول المكرمون الذين يستحقون أكثر من التكريم لثباتهم وعملهم الكبير الذي بدأوا من خلاله يصنعون جيلا مقاوم. محمد يوسف لقناة سهيل تعز. تحت شعار أنامل بيضاء ترسم الحياة كرمت رابطة إعلاميات تعز الدكاترة والعاملين بمستشفى الروضة ومستشفيات تعز، وتأتي هذه الفعالية في إطار سعي الرابطة لرد الجميل للأطباء والممرضين الذين قدموا خدمات كبيرة لرعاية المصابين جراء عدوان ميليشيا الحوثي والمخلوع الإنقلابية على المدينة. وأكد القائمون على التكريم أن الأطباء والممرضين واصلوا الليل بالنهار لخدمة الجرحى رغم ضآلة الإمكانيات وشحتها، إلا أنهم قدموا كل ما في وسعهم لإنقاذ الجرحى.
مطالبين الجهات الرسمية بالتحرك العاجل والسريع لفك الحصار عن تعز وتأهيل المستشفيات وتسفير من يحتاجون للعلاج إلى الخارج. تحت شعار أنامل بيضاء ترسم الحياة لنقدم كل الشكر والعرفان والتقدير والإجلال لكل أطباء وممرضي مدينة تعز على الجهود الجبارة التي يبذلوها لإنقاذ الجرحى هنا في مدينة تعز. نحييهم على صمودهم في هذه المدينة وعلى عدم خروجهم من هذه المدينة ومناصرتهم لقضية المقاومة والثورة. عقد مكتب الشباب والرياضة بمحافظة عدن اجتماعا اليوم بديوان وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة الوكيل الأول لوزارة الشباب والرياضة خالد صالح حسين. وقدم وكيل الوزارة شرحا موجزا للبرنامج الرياضي الذي نفذه مكتب وزارة الشباب والرياضة في مدينة عدن خلال إبريل ومايو الماضيين، مشيرا إلى تنفيذ أنشطة رياضية في 15 لعبة على مستوى المحافظات المحررة بدعم وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري. حضر الاجتماع عبد الحميد السعيدي وكيل الوزارة لقطاع الرياضة ووجدان الشعيبي. تحت شعار الشهداء في قلوبنا أقامت مؤسسة دار الخير التنموية الاجتماعية بمحافظة أبين على ملعب ثانوية المسيمير مباراة ختامية لدوري الشهداء الرياضي بين فريقي شباب عمودية والزمالك بخنفر، وفاز شباب عمودية على فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف. بعد ذلك تم تكريم الشخصيات الاجتماعية الذين ساهموا في إنجاح هذا الدوري الرياضي بشهادات تقديرية، كما تم تكريم أفضل لاعب وأفضل حارس في المباراة بالشهادات والجوائز وتسليم كأس البطولة لكابتن فريق شباب عمودية عمر الكبأس. في هذا اليوم هو المباراة الختامية لدوري الشهداء في قلوبنا، وهذا الدوري أسس برعاية المؤسسة. كان هذا الدوري الفكرة حقه للشهداء الذين ضحوا غلاء لهذا الوطن، إضافة إلى جمع الشباب من المنعطف الخطير اللي موجود في هذا الوطن وضمهم في كتلة واحدة للرياضة أفضل من أي عمل آخر يؤدي بالشباب إلى الهاوية. وهذا العمل هو أحد الأنشطة التي تقدمها مؤسسة دار الخير كبناء وكتدشين للمؤسسة نفسها، وبداية طيبة للمؤسسة. وهناك في أنشطة أخرى بتمويل من الندوة العالمية للشباب الإسلامي وبإشراف الجمعية الاجتماعية للتنمية، نفذت جمعية المعارف للتنمية الشبابية بمحافظة الجوف مشروع توزيع البطانيات للنازحين والفقراء، ويستفيد من المشروع أكثر من 100 أسرة من الأسر النازحة والفقيرة. وأكد الأمين العام للجمعية أحمد عليان أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة المشاريع التي تسعى الجمعية لتنفيذها والتي تستهدف الأسر النازحة والمحتاجة داخل المحافظة. ودعت الجمعية منظمات المجتمع المدني والخيريين للمساهمة في تخفيف آلام النازحين والفقراء. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الميليشيا الإنقلابية تواصل خرق الهدنة وعشرات القتلى والجرحى جراء عدوانها على شبوة. رئيس الوزراء يزور القنصلية بجدة ويوجه بسرعة إصدار الجوازات لحاملي هوية زائر. وقفة احتجاجية لأسر المختطفين أمام الأمن السياسي وولد الشيخ يدعو لعدم تسييس قضيتهم. في الختام يمكنكم متابعة برامجنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب وتليجرام. دمتم في أمان الله.